ايش فيك؟ ايش فيك؟ مرحبا بك، مرحبا بك. الله يحييك يا قلبي. طيب كاس شاي، كاس شاي، هذا شاي يبغى لها قهوة. أبي قهوة. بركة الله سبحانه. وين؟ بعطيها الشيخ وبجي. وين اصبحنا؟ قال ابن العود ليه؟ مو بنا. جيت لقيت المقلوب. انت اللي قال ابن العود صح؟ لا لا. الا انت. والله ما انا دخلت لقيت المقلوب. طيب انا ايش دخلني انا؟ سلمت يا قلبي. ما فين انت اللي قايم؟ والله هذه صدقت. المفروض انا على طول الشك يجي فيني. كيف النومه؟ توني سألها لأخونا العمان. أنا مغصوب طقطق علي مشهر. فأنا أتوقع أن النوم اليوم كانت لا بأس فيها. بالعكس ارتحت أنا، ما حسيت بزعاج أم شيء. رايق التعبان يا أبوي. اللي بعد ينزعج لحد الآن ما أدري إيش جاي. إيش جاي؟ خلاص تعود. تعود على الزعج، ما أقدر أقدر على الصوت. تعود. جيب لكم معمول؟ لا 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 بس 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 قريب قريب قريب. خل اشت اشت يا لبى قلبه يا لبى قلبه عليها عيون ان شبهها ما تلون. تركي لا 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 تركي راقد ولد. صح صح مغمض عين. صح صح صب 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 القهوه. صب القهوه. سوي له الحركه حقتك. سوي الحركة حقتك. صب له قهوة بعد شوي بيجي. ودحين كوكوشي يصحصح. صحصح. لا أنا ماني ضدكم. أنا ماني ضد أحد. أنا حاطيني احتياط. أنا مغصوب أصلاً أطلع يا. ليه؟ والله مغصوب. ليه مغصوب؟ ويقول ليه جاي طيب؟ ما أدري عنهم. ليه جاي البرنامج؟ يقول لازم نص ساعة تطلع. لازم اليوم. بس هذه فقرتك أنت وياه، أنا إيش دخلني؟ هلا يا حبيبي لازم تطلع. أحسن. وين القهوة؟ تعال تعال. أرجع اسمع فجأة إنه يأكل ملوك. لا لا يجلس خلاه واقف. أجلس واقف. تقهوة. خذ قهوتك. نزل قهوة. صح صح لا تجيب لنا النوم. تس تس تس. أوجك. سماكك شغال. باب. ما يشغل حقيرة. شوفه حق مايكاكو. نيادر. وين؟ بعدل. ليه؟ شوف. تس تس. ليه؟ يقول ابعد عن الشر وغني له. جحنا شر. هذا أكبر شر بس على شكل صغير. شوفه. حبيبي وجهك طويل. تعرف حبيبي وجهك صغير مرة. حبيبي أبانيك كبار كبر وجهي. مرة وجهك صغير. يلا بس أنا يلا. بس أنا خايسة. يلا قول له حك. يلا تعرف شمشو من سود بوق. والله إنه حلوة ذاك أبو عين. شوف عيونك صغار أصلاً لدرجة أنه طيب عين. شوف شو من عين فيه. شوف هذا الشرشبيل اللي فيه شو اسمه ذاك السنافر. السنافر والله إني أكتب. إن حالة الطقس جيدة ولا بأس. الطقس بي. حار. الطقس حار. أنا تعبت. ماشي أنت يا حق المناطق الباردة ما تعودت. تعالي قلبي. لو في مسبح. والله ما أطلع منه. لا أقعد في المسبح كأني تمساح. ورب البيت. اوه خشعة. انا اكتشفت شيء في تركيا. وش؟
لا من جو ناس يقومونه هو قايم ترى حلو. ترى قايم متلحف بالحاف بس وش استنى يستنى احد يجي يقول له تركي قم عشان يقوم عرفت بس ترى هو قايم فراشه هذا اكتشفته فيه بزر انت كذاب تدري زي قبل شوي يوم جوه قالوا قم ما قام جيت انا قلت تركي يا ابوي يلا قم قم يلا يلا قم يا حبيبي قام على طول انا ما عندي يعني يبيك انت اللي تقوم ايوه بالضبط يا عيال اسمعوا حظك انا ما عندي مشكله لو اني سهران ورقدت اقوم منافس سلام ورحمه الله هلا هلا شيخ سيف هلا سيف كيفكم اقسم بالله تقول كانك طباخه حياك الله تفضل جاهز جاهز المطبخ جاهز خلاص خلاص لا يا ولد انتم مين انتم مين دحين من اللي معك تركي ايه اوكي ايش حالك تركي الله يعافي حالك لا بالعكس انا صاحي ابي صح سخنت قهوه يا ولد راسي في لازم يخش معنا في المود المشكله كيف تسوي الحين ايش بسوي تطبخ ما ادري ايش يقول بالتونه طبخه وش هي انا طبختي طبختي اي طبختك يا عيال العيال سووا مساله محمد الرزقي ومن اتوقع انت مساله اتوقع تبي قهوه شوفت قهوه يعني تبي قهوه ولا لا يعني ايش طبخ؟ شغل تسليك اعلامي ما عندي بس امس رزقي ما ضبط المسله صح؟ لو انه جاهز متحمس والله يا عيال اليوم راح نسوي مشبوس طماط الله مشبوس طماط يا عيال دقش يلا لا لا توضي الله يحييك لا شوي يعني شوي دقش 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 ارمي عليه ارمي عليه ارمي عليه دقش عليك حياك الله تعال تعال تقهو لا لا مرد ما لازم يجي واحد لا والله تعال عشان تصحصح ايه مقدم فقره ما قد جاء لا كذا اول مره بتعلم الطبخ يا اخي اول مره اطبخ يا ابن حلال تعال يا ابن حلال ما بعد بدينا تعال 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 بس اعرف الحماس ذا تعال تقهو اعرف الحماس ذا البدايات حماس البدايات متحمس يا سيف ها انطر انطر شوي من بكره بس ها تجيك كحه ويجيك حمى ويجيك بلاء بس تعال بس صراحه المفروض يعطوني مساحه يوم يومين ما في عارف هذا حبيبي احمد ربك ماخذ مساحه 10 ايام ايش احنا قلنا 10 ايام احنا نسعى الله يروعك صاحب الرقص الشهير ما حق عادي خذ راحتك احنا قلنا 10 ايام نسعى خلاص ايه خلاص مجلس قلنا معك حق ما قلنا بس زعلني يا عيال لا عادي خلاص اجلس اجلس الباب بحر هني بحر بعد باقي 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 لا صدق اي والله توك ما تك شيء اسف بس استناه مشغل تعال 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 قهوي في الرياض ما طفي عليك الكهرباء في الرياض لا اوه بيطفي عليك انا واجد استنى خمس دقائق بس اعطى خمس دقائق او 15 يوم ويشتغل تعال تعال بس تعال قهويك الجو عندكم مو بحر حبيبي عمان كان كان لا انا متعود انا ماخذ طاقه حبيبي خلي قهوه عندي ماخذ ايش ذا الشنطه العود اللي تبيه لا خلاص اني امرض ترك سبيعي قهوه نص تعباني خلاص اني امرض بسم بالله قم 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 اجلس قم تعال قهوه كذي ما تعال قهوه لا يجو يعني والله عشان صحصح قم يا شيف يجيك تغيرات جو عرفت الحين انا مزكم رجع قم يلا المرض اللي نشوفه اخوان اللي مرضانين ترى في فيروس برا ايوه هسه سمعت روح دخل في فيروس لا لا صدق صدق والله صدق صدق اي والله من اللي علمك قهويك انا جاني من اللي علمك من اللي علمك كيف العلوم من اللي علمك انا جاني علم انا شيء ما علموني حتى والله شيء لا 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 والله انا علموني يوم اخذت جوالي قريت متى يوم اخذت جوالي قبل طيب تبغى قهوه اسلم يا لازم تصحصحون الو قم موجود نقل خشب من العشاء ايش حالك يا سيف والله طيب ايش حالك يا لازم تقهوى سيف ايش تقهوي لازم عشان صحصح انا معك شيء صحصح هذا تكفى ريان غششني كبسه بلقت كبسه بلقت هلا والله هلا ريان تكفى غشش لي عندي بالطبخ ريان انا عيال ريان بعد انا وياه ضدك عيال تركي والله لا اغششك تغشيش تكفى يا عبد الله والله لا اغششك تغشيش فنان والله ثلاثة قبل كم يوم سوينا ترتل اسمع
يا عيال لذيذه شوف اللي على اليسار لذيذه ترتلا ترتلا دجاج 2 و 3 3 ايش اللي ترتلا دجاج انت قبل كم يوم سوينا انا و... انت سويتها انا سويتها انا ابو خيانه المستشفى بس سويت انا من المزدرلة حقت الموتزاريلا حقت اللي اسمها موتزاريلا تبغى صح تبغى صح موتزاريلا اسمه موتزاريلا لا سباجيتي حقت المكرونه يعرف كيكي لا شيكم مثقف وخاطهم سباجيتي على مكرونه على ايش دخل يا حبيبي ايش دخل مثقف فكر ما ادري انا حسيت كذا يقول ما عندي متى نمت ما نمت تلاحظوا شيء اليوم بس نقوم نصلي الظهر اي ساعد يا جا جا يستاهل تسويق ولا ما يستاهل لا يستاهل احنا تعودنا على شيء نصفق يلا حتى قوم صفقك بعد هو الحين بدايه حماس نصفق بعدها نصفق بعض قريت صينية الدجاج بالدجاج بالبطاطس قال ابو خالي يا لو اقدر يطبخ الحين معي فريق انت ايه تنقعه بالماء الحار يطبخ اسمع لا انا حكم صدق مدخليني حكم والله انت حكم ايوه اسمع عيال النقاط بيدي ايوه انا اللي اعطيكم طيب اسلوبك هذا نزل رجلك نزل رجلك ترك الدوسري سلطان ايش فيك حبيبي ترى مو قلت تشوفني جالس في المطبخ لو انت بتقيمني انسحب من البرنامج كله ايش قصدك كيف لو انت تقيمني انسحب من البرنامج ايش قصدك قصدك صدق ايش قصدك حبيبي يقول لو انت تقيمني انسحب من البرنامج قولوا له طلع قدام طلع قدام في واحد طلع قدام خلاص طالع في المكان اللي تبغاه تعال قهويك اصبر خلنا نقهوي اسمع اسمع ناوي شاب ايه يا سبك في جنب سبك في ايش حالك؟ الله يعافي حالك طيب ايش حال حال الهوية؟ جعلك في خير دائم يا رب يا ترى توترني انت بعد بتقيم احس اني جايب لي انا لا 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 انا ما اقدر اقيمك حبيبي كثير ايش حالك كذا انا ما انت فوق التقييم حالك هذه جبتوني من عمان اول يوم خليتوني اطبخ شك انه ما فيكم حد يعرف يطبخ بالعكس احنا هذه ثقة في النفس صح؟ ها؟ حبه ثقة في النفس احنا جبناك علشان تطبخ يا اخي لا لازم اطبخ لكم وخدمكم اصحابي طول عمرك لا بس هي فقره هذه فقره هذه فقره وكل يعني يحطون هذه بكون اقول لك ايش كركم ايه حاطين كركم 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 حركه الشير هاي مالك اسمع ترى عادي تطبخ كبسه بسالم حبيبي هاي تركي بيضبط تدري يا سيف ها حبيبي ليش اختاروك يا عادة تدري ليش اختاروك الحين ليش لان ما عندك ولا نقطة الحين فحلو شيء زين لك ترى لو تفوز تاخذ نقاط ألف نقطة ألف نقطة من اللي يعطيها شوفنا من هو يعطيها شغله ليمينه تعطيها يمينه بس من اللي قيم انا اللي قيم على كيفك انت على كيف ما نجل والله اليوم والله من علوش ما في سعود من علوش حبيبي انا حكم هنا ترضى انت ولا ما ترضى لا لا انت فاهم الحكم غلط ترى لازم يا سيف مو حكم يعني اسمك سيف صح عليكم خلاص مو حكم لازم ترضون خلاص حكم حكم شوف الشباب ايش عندهم بخاري دجاج حلو طبختكم رز بخاري دجاج يا رجال ما عليك ريان سعود علوش متى ما طبخت ريان قلت ميده ما فزت لا قلت ميده البشاميل مسويها هنيه يا الله يا سلام لا من شف شف الاطراف مستوي الاطراف مستوية ايش مكتوب ايش مكتوب معكرونه كذا بس او مكرونه احنا ايش سوينا كذا طناخه قلنا لا مكرونه مش مكتوب حلوه لا سوينا المعكرونه دي ولا المعكرونه دي شف هي حلوه بس هي من الاطراف انتم ما لحقنا على الوقت ما لحقنا استفسار بسيط طلع اطرافكم حلوه بس انها من النص مين مستويه الحشوه انا اللي مسويها والمعكرونه اللي سواها قشرت البطاط وحطيتوه يغلي بعد ما غلى عصرتوه قشرنا وش البطاط اي بطاط شلون حطيت البطاط ما في بطاط الا لا ما في بطاط بطاط ما فيها اجل ايش معكرونه معكرونه بايش مع تونه بس الطماط فيها شيء دائري هذا قصد كبير ايه هذا جبن موزريلا بس جامد ما الحق ما قدرت الحق اني اسخنه شغلوا الميكرويف خلوه يحتر شوي ايه صدق صدق شغلوا الميكرويف عشان يحتر عشان ما تنكبون ايه يا فيصل ايش بك وين جاو
قعد حر تحس بالحر ولا لا؟ احمد الله احمد الله غيرك ما عنده لبيه هذا المكان والله ما يقلبها من قبل شيء الا انت اقسم بالله انا داري والله نقاط وتحطها فيني بعد جاينا هم في صدورنا كله منك يعني هي فقره حلوه قلب العوده فيها جمهور بعد ابلاش وين قهوتي؟ في المطبخ الحين بيجي صاحب المطبخ كلها حاره اللي قدم عشان تعرف من صاحب المطبخ انا احس هذا يا رجل لا لا بتشوفها الحين صراحه كل تحركاتكم وتوجيهاتكم البارحه صح ذاك القصير اللي بيجيك وبيحفظ أيوه كل الاشياء أيوه وبتحصل ابو ماجد بيحاول يبتسم وشنبه أيوه بيخرب عليه ها ايوه علمناك كل شيء امس ادري فجعناك كذا فجاه بس مستحيل ترقد ومستحيل تتهنى بحياتك اليوم يعني وص كيف صار معك كل اللي قلناه صار كيف لابتوب طعم لابتوب للطعام ايه تركي طعم لابتوب يمكن قدم هذا لابتوب جرب طعم ها يلا يا طعم لابتوب واضح انه شهور هذا واضح انه مرو استمر نحن معك انا الوعد ان شاء الله في الموت الوعد في الموت انا وليت عليكم وانا احسنكم لا تعقل احسنكم ترضى ما ترضون انا وليت عليكم هذه قناعه النفس ترى ما هي قناعه نفس انا حكم انا حكم يعني حكم هنا أحسنك. انا اشوف من الكويس احسنكم بشكل وانا معك يلا حبيبي المطبخ المطبخ ذا الحين يلا قدامي في شيء سمعته ايش قلت وايش سمعت وليت عليكم وليش تخلوا وليت عليكم ولست باحسنكم لكنكم احسن مني حبيبي اللي خارج عمرك رجعت في كلامك رجعت في كلامك هو كذا المثل انت سمعت سلام سلام انت بترقد ما اقيمكم لا تبي كلمه ولا كلام احنا فوق انك تقيم اصلا انت ولا رحنا في دبه كبيره لا بس ابغى اجرب قبل ما ابرطب هذا لا ليه كبير ليه صف صغير شو صغير كبير صغير اسمع حد نبي عشان على مقاسك لا تمسك والله خصم 50 نقطة يسار مشنك يسارك يسار يمينك يمين السلام فنون الرد اهدى يسار مشنك وجيب العيد يمين يمينك يسار قول يسارك يمين تلعب لابتوب في نكت لابتوب ايش؟ لابتوب باركود وابدو باركود باركود ولا مسوي فاهم في يلا سوي فاهم روح كيبورد لا باركود باركود ايش الباركود هذا العلامه دي اللي أيوة تجي أيوة أيوة. كيف تجي في لابتوب عادي طعم رد عليه انتم دخلتوا طعم اللابتوب ما تبي يعني تدخل الباركود روح لا غطسك فيه اصلا تروح تسبح فيه كركديه يا الفينكه غريبه صدق ايوه باللابتوب صدق انتوا حاسين انا وجهي اللي يا حني اللي بنطبخ حر على حراره يا الضحك اللي بيجي عليكم فيصل شغل مكلوف عشان لا تفتو لا لا عادي حبيبي البطاطس كم يقعد يطبخ مقلي ولا وش تدري اللي متحلم فيه امس عسى زين بتكبر ها عسى انه زين لا لا زين كاب وش تخلي مقلي ولا ثاني الحلم الزين تقوله ولا ما تقوله ما اقدر اقوله في ذا الحلم الزين تقوله اي عادي قوله الشيء اللي تقوله بعد هذا نعم طيب لا تعلم اخصامنا راح اعلم اخصامي انا احنا فايزين ليه انتوا ايش فيكم بالعكس وجودكم اخف اعلم اخصامي شوف وجبتي ايش انا سريع دجاج بالبطاطس يعني البطاطس ما ادري كيف يبونها لكن خلينا نشوف هذا الكلام اسمع اولا نحط الزيت في القدر ونحطه على نار بخاري دجاج حلو ما تجيني انا راسي قاعد اول شيء تقصون الفلفل الرومي قطع صغار يعني كيف مربعات صغار ايوه ولا دوائر هذه كشنة الدجاج كشنة قطع صغار نفس البصل من قطعته فهمت قصدي طغيان وقشر الجزر قطع البطاطس صغار البطاطس قطع صغار كم بعدين جيبوا طاوة
اي بطاطا معروف اللي هي حمص البصل وفوق طاوة بعد تخليها تحر حط الدجاج اوه تحمس بعدين تحط الدجاج ليه ما يحتمر وينشف من المويه يتحمر ما ادري يجيب ابيض وينشف من المويه تماما اذا صار ابيض عيننا كيف يتحمر يصير ابيض كيف هو بطاطس ولا مقلي الدجاج تحط زيت يجي ابيض نفداك تغير لونه تقول حمر الدجاج لين يصير ابيض طيب. كيف احمر الدجاج لين يصير ابيض طيب اذا مع اذا بزيت الدجاج يغير غدي لونه ابيض الدجاج الدجاج يجي ابيض اذا نجح ايوه لكن كيف احمره مع لين يصير ابيض مع البصل ولا مع الرومي وال فيصل على كلامه والله انك ما تدري على كلامه مفهوم حطوه لين احمر ثم يجي ابيض حبيبي حطوه لين يتحمر يصير ابيض كيف يتحمر يصير ابيض هي تقول اذا حركوه اذا شفتوا انه جاي ابيض اعرفوا انه نشف لا ينشف التحميل على الطاوه هي تقول لين يصير ابيض هي تبغاه يصير ابيض يصير ابيض هي شوف اقر اذا صار ابيض يعني نشف لا اذا صار ابيض يعني ايش نشف لا يصير ابيض هتكشن وخلي الكشنه تحتر شوي تحترق تصير مقرمشه وحط عليها الطماط يعني الحين اقليه ولا ايوه قلي اقلي الدجاج تقلي الدجاج الحميس هو صدور دجاج كشلون دجاج صدور دجاج تقطع انت تقطع كذا نفس حقه المكروني مبشور مو زين حنقول تقشرونه واحنا نقول قشرونه زين ليه صدمتنا ايش مكتوب مبشور 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 يعني تبشر مبشور يعني تبشر تقول ما شاء الله تبارك الرحمن جاك ولد وكذا مبشور يعني يا تبشير حبيبي الله يجزا لك قل لي ليه تركي معك تركي مصيبه واضح من شكله والله العظيم انك ما شفت لا 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 جايب لنا اسمها اللي يقطوا هو اللي يسوي انت النكب الحين انت ما تعرف تطبخ وما اعرف اطبخ والله ان نكبني اللي يعرف يطبخ وليه بركونا بالفوز انت ما تعرف وما اعرف بركونا بركونا بالفوز والله العظيم انه مبروك عليكم ما تدري يا سيف يمكن ربي يساعدكم تطبخون زين والله يمكن بس تركي رافض اسمعني يا سيف انا اول ما جيت المطبخ ما اعرف اسوي اي شيء يا رجال فدي لا يطبخ خرابيط ما اعرف اسوي طبخ ونفخ ومدري خرابيط ذي تعرف هذا اللي عندهم شغلات واجد ما اعرف اطبخ يوم جيت هنا نفسك كذا متوتر طيام انا اعرف اسوي اشياء هذه تمشي على الاحساس قلبوا لين تحس النزام نتشوب اذا ما حسيت النزام هذه اقسم بالله يا ريان اللي مر علي اني ما حسيت به لين عندك رز يعني عادي عندي رز بس عندي تركي اسقاطه يا تركي والله سقوش فيك اسقاطه عليك لا لا حشي على تركي خلي لا يفرقوا لي علاقتنا يبون ينتصروا وش بحالك يا المقيم ايش في ذا ها المقيم يبي له مقيم مصقع خصم المقيم يبي له مقيم وصفته وصفته مصقع اسمه هو مصقع لا تبي واجه عندك شيء سوي هدا لو بدق عينه خلاص انا ابي كذا صوت خلاص اخصم علينا 500,000 نقطه وقعد هنا تقدر بس ما تسوي لنا مشاكل يا حبيبي خصم شنبك سيء خصم فيصل ترى فيها مصيده فيران لا تخليني اوديك الان خصم هاي شكلها كريت ما واجد بسبب الشنب خصم حط قوسين سيء جدا عدل القوسين صراحه ودي انا بعد بروح اطبخ الوقت عندي لا قوم قوم شوي جهز البرنجاز والشال العاديه السلطه خلينا نشوف ارجع سالم سالم قوم سالم قوم اي الله يطول عمرك لا بتجي فدي الدنيا كذا وانا لا والله مزح عرفت لا انت لا 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 ما تهددني انا اسمع طيب يوم لك يوم عليك عرفت حاول انك تمشي على الطريق حبيبي انا ما امشي بالتهديد لا مو تهديد هو مو وصلنا تهديد حاول تمشي بالطريق الصحيح عرفت طيب اذا ما مشيت صح كوكوش تسوي لك كوكوش رجعك كوكوش على وجهك يا شيخ ها اوريك بتحط لي علبة يعني ريان بسكر عليها لين نخلص ما تدري شنو صح؟ ما تكركدي ذا ولا سالم افتح اصبر ما ابقى خشيت سالم هنا ما ابقى خشيت اصبر اصبر اسكر شباب حد يبغى سالم؟ طيب حط النيته هنا خصم لانه مسوي ظريف من؟ خصم لسانة يبغى لها خصم ايه خصم لسانة ايش؟ لسانة يبغى لها قص يبغى ليش بيش؟
ايش 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 قص نسمي سالم يرقد يرقد ما سمعت انك سالم يا عيال ايه سالم يرقد 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 اسبوع قدام عرف ذاك الحيوان اللي خصم لانه قال حيوان مو بحيوان انت اسمع اسمع خصم حيوان ذاك اللي يرقد واجد ويصحى ساعه اللي يرقد اسمع تسلم هذا ذاك اللي يمشي ابو الكسالة ذا شفت تدري انا اعرفه ولد وين هذا ايش يلا يا عيال يلا قوموا يلا يلا لا مثل مشعلي شوف انا عندي هنايا نحط الزيت القدس يا عيال انا برقد ونحط عشان يطمعونك ما عشان ما تعرف يا شباب شنده ابو زميلي يا ولد دقيقه بس يقول عنده عزاء ايش فيه ما تعرف تكتب ما ادري ما تعرف تسولف اول نحط الزيت في القدر ونحط عليه بعدين نحط لا لا خصم على الشيفه يعني احط القدر واحط النار تحط القدر وين تحط القدر حط تركي في القدر واحرك ها لا حط الزيت في القدر بعدين احط الجزر عشان بعدين القدر اللي على النار تبدا تحرك الجزر بعدين نضع عليه الزبيب موجود زبيب خليه لين يذبل الجزر بعدين نطلع الجزر والزبيب ايش قاعد تسوي انت نخليه وقت التقديم بعدين طيب في خير في خير ما يفعل يفعل وش يفعل في خير الغار رجال الحرق حبك لين ما مثلك يا النايم وصل عرفت لا طلع فيه لا خصب يتغير سويت لك طلعت فيني بعدها نحط نظراتك عشان جمالك يا اخوي لا تكررها جمالك قوي يا ود حبيبي نظراتك هذه لا تكررها ما اقدر اقول كذا لازم اشوفك حبيبي ابني الصغير انا بقلبك شلنا الخصب تعرفني حيوان قش اي والله عرفني طلعنا منها الدجاج منه ونشوف يلا سلم سيف اذا كويس تمام اذا ناقص تزيد ملح ذوقه واذا خلص الرز اهلا وسهلا ونشف منه خصم الله يسعد ايامك يا حبيبي اباك تستخدم اي شخصيه داخل تقدر ايش الحرقه الثلج اللي الحين تسوي انت وانتو اخا بسيط يا رجال الزبيب الزبيب كذي ودا حطه كشنة الزبيب والبصل و ما في جزر الا في جزر ما في تقهوى ما في عادي بصل وانت القوز حط اللي بودة ليمون اسكر كب عليه عشان ها شباب كيف انا خلق سيري تعالي ماري سوناتا لا لا ترى سوناتا صح لكن اسمها شغلة جد الجزء رابية 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 تعالي امسك ما مقدر تقهو شغلة جدتك شو اسمها ايش؟ هذه انا اوه قال رابية تركي ايش قال؟ شو قال؟ يقول وافي وافية؟ والله 70 نعم وافية بس هو يقول ما قلت وافية تحية الوافية رابية تستاهل وافية احنا ما قلنا وافية قلنا شغلة وافية ايش اسمها؟ انت تخصم معك تصبرنا قهوة ما تلقوا زيي والله ما تلقوا زيي ابيكم تصحصحون عيال عشان نبي طبخات ونكهات لذيذه عندك جده بعد اسمها هيله طيب اسمع عارف عارف انا روح ارقد لا لا خلاص لازم والله البطن فاضي عشان تصحصح قهوه قهوه طيان لا لازم خصم شباب خصم خصم ليه خصم لانكم تقومون واسوي القهوه لكم انا وهذا ما يصير الكلام هذا انا حكم كم يصير عندنا حكم عندكم ما في هذا بعد فيه خلاص ما عاد يسترجع اختبار يعني ما عاد يستر اي كنت بختبركم واختبر قيامكم هل بتخلون الكلام هذا يصير وصار الكلام هذا خصم 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 باللي صحه هذا من اللي حطه باللي صحه من اللي حطك باللي حطك صحه يصلي خصم على الشرشبيل شرشبيل منو شرشبيل ذاك اللي في السنافر ايوه منو منو اللي يصيد السنافر هذا شفه شر نفس السمكه هذيك اللي حاطينها الخبله في سفنج بوب هذه خلصوها لابس نظارة؟ لابس نظارة؟ لا مو انا هذا سعد علوش شوفه سعد علوش سعيد سعد علوش سعدان راح الكويت سعيدة شرشبيل طيب اللي حطك حكر؟ حبيبي انا وليت عليكم حبيبي وليت عليكم وليت عليكم لاني اولادكم في هذا المكان حبيبي مو منك من اذنيك اللي جاي زي كذا ترى ما اقدر اسعى ايش؟ ما اقدر اسعى ليه ترد الهواء؟ لا اطير يا رب تاخذه يا رب اليوم يجيك خصم حقيقي يا رب خصم شرشبيل ابي قهوه طيب 200 لو سمحت ابي قهوه 200 كم نقطه يقطع نجمه ابي قهوه اضغط علامه النجمه هذا هو اني عجبتك القهوه ابي قهوه القهوه طعمه
ولد ايه هذا ايش؟ قهوه تعال تعال قهوه مقيف فيلم الطباخ الفارس الصغير ذلك عيال تعرف فارس صغير يطلع من جيمس 85 اسمعني يا ولد تاكل حديد يا ولد ها ايش في الطعم لا وتطعم جيمس ها تعرف الفار الطباخ الصغير ذاك اللي دائما يطرد طيارة. الطباخ ايوه طياره ماشي بتركي طياره والله ايش بقصد شوف والله ما تنتقم ها تدري ايش بيسوي بس والله ايش بقصد تعرف ذاك الفار اللي يطرد الطباخ ويطبخ هو نفسه وزي كذا يقول ايش بك شوف شوف سبحان الله ايش صدني هذا العصا حقت حبيبي فيك توحد تعالين خصم خصم انا ما عندي واحد اثنين حبيبي الكلام هذا ما يصير وش بتسوي شلت الخصم هو يمكن يكون حبه خشم كسره خشم عطه خشم ما ادري ايش هو فيها خشم فيها خشم فيها خشم فيها خشم فيها خشم طيب خصم هاي شرشبيل الله يقويك يا حبيبي شرشبيل تعال يا اخي برد هو برد مكيف خصم هون خصم هنا ما في الا خصم نقاط ما في والله ما تحصل على نقاط ايه ايه ابلش من قهوتي شيء دخولي الظهر قلت دجاج بصل جزر زبيب ورقار قرفه هيل معجون طامات ملح ارز بهارات مشكل كمون حب فلفل اسود مطحون زبادي خيار ليمون وين انت كاتب وينك انتبه اسمع انت كاتب قرفتين وين وين قرفتين؟ قلت قرفه وين كنت؟ مرون يقول ومن سماء ترى نصها سلط ونصها رز الحار ونصها اسمع ايه ايه قاعد علبك بسرعه اديلك الزين اي كلمه خصم انت ما ابدا ما مستحيل لما انت يا ابو شرم ما بيني وبيني خصم اخصم بيدك ورجلك تعرف زين ولا حول؟ ايوه فين زين منهم؟ خصم تسمعني؟ تعرف صح 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 تعرف زيتونه؟ صح 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 اسمع اسمع تدري انا والله مره ليه؟ شنو فهمها؟ من جمال الكبسة تقصدني أنا؟ اثنين من العيال راحوا المستشفى لا 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 ذكرت؟ احفظ تبي تطلع عند المستشفى ولا لا؟ احفظ احفظ ابو ماجد احفظ احفظ انا اعلمك لو ما جت الطبخة زينة تعرف شنو اسوي بك خلاص طيب راسي يعورني السلام عليكم هلا والله وعليك السلام بنروح المشعلي ما في بث الحين؟ الا في موجود ما بعد جاء وينه؟ جاي بالطريق اذا جاء خليه يجيني في خليه يجيني في المكتب لو سمحت انت بتروح المكتب انت نعم الله يبشرك لا بس بتقهوى شوي لا روح لا والله روح روح المكتب لا والله لا بتجيك القهوه بتجيك جيب له قهوه جيب له قهوه يا سالم لا والله سالم جيب له قهوه خليه لا والله بتقهوى شوي بعدين خليه يجيني في المكتب العمل هذا مو صحيح هذا تاخر على الفقره هذا بقى ليش غير خلوا ياخذ فنجان واحد بس فنجان واحد خله محذوف من الباحه عندك هنا اسمع نبدا الفقره اجلس احنا جايين نستفزع بك سولف قصص ها حديث اي شيء تفضل هيا هيا سكر سكر تركي سكر الباب ولا ترى بوديك لبوك يلا روح استاذ طلع متاخر مالك انا ايش دخلني في الفقره لا بس هي مع الفقره في على انا هنا حكم على اللي يجي هنا كل اي واحد هنا يجي حكم خصم عينك خصم اللي يبي حكم على العموم هنا طلع لك مقام انت حكم في ذكر الله يحفظ ايوه اي ضرب فيوزك يعني ما انت معهم لا ماني معه بس اشرب بليمي صوص تختار فهمت احنا نقصد كلا انت ضبطها ان شاء الله ايه شوف طيب يا شيخ اشرب باليمين وكيف اكل اكل باليسار حبيبي كل وواحدة منكم واحدة واشرب واحدة وكل واحدة تقدر ترى ربي اعطاك قدرات غبي انت خلاص اسكت خذها بجنبك واسكت تقدر عندك قدرات قل له حطنا اخلي حشرة في النوم فيك والله ترى ما نمزح ليش خصم يعني ترى الاخلاق وسط شوف السيوف اجتمعت بتصير معركه هذا السيوف ما بعد سنه للحين لا هذه سيوف عرضه سيوف عرضه سيوف عرضه سيوف عرضه والله حكيم هذا لا هو شوف قال من احكمكم قال خلص صلعني هم لو يجدون سيف واحد ثاني علقناه خذ لا شوف ترى ادري ايش زين خذ الحكمه من ابوها المجاني لا ترى هو الزين ترى وش فيه انه يتكلم دون لا يفكر لان اذا فكر ما يقدر يتكلم هو ايه هو انت لا تفكر انت على طول اي كلمه في لسانك ترى هي الصحيحه باذن الله الا بعض الاحيان لا تقول شيء لا اي شيء لا تفكر التفكير ممنوع لاني اعرف كذا فكرت يجيب العيد ما
ما كل العيد في التفكير حقه. أيوة. بدون تفكير تسير سيناريوهيات سيناريوهيات صح. ايه حلو سيناريو. انا قايلك شفت لا تفكر قل الكلمه على طول تمشي معك يعني الكلمه اللي تجي في مخك على طول هبل. للاسف انا جالس هنا عشان قهوه. والله نقلي الادب شيخي معذره. لا لا كاس صغير كاس صغير كاس صغير ايش تقول كلن ما ادري يا شيخ امس قلنا ورعان والله المفروض انه ما صب. الله يغفر لنا يا شيخي كبرتوا كبرتوا شيخ فلاح شيخ فلاح الله يغفر لنا يوم ما صبنا لك قهوة دقيقة لأن قبل شوي صب لي وطلع إيه لا لا كويس قهوة أبدعك بعدين خلوا ناصر الغامدي يجيني في المكتب الوضع كذا أحر والله شوف يعني طلع أمس في لقمة شو اسمه إبراهيم طلع تهزوم قلت بيحكي قلت تطلع من التلفزيون طلع البيت بياكل بعد شوي. لا لا ماني ماكل انا. ليش؟ عندك اجتماع اليوم؟ هي عندي اجتماع يجوني كلهم في المكتب. لا خلاص مو مشروع تسمية الله يعينك. على اليمين ولا على اليسار؟ خلها الحين يلا يلا نحكي خلها يدينا نحلي أيوه. مصدقني انا حب. والله كان امثل. نزل نزل هو ماخذها عشان يحطها في مخ باي اعرف حركات هذه حقت البزري. انا جيت حطيت هنا باخذها وكلاها ابو فم ذا. ما فكرت ما اقول اي كلمه انا اقول لا يفكر لانه اذا فكر مشكله الحين كم الساعه نروح نطبخ ولا بكيف لا لازم يجي مفلح ايش لازم يجي مو بلازم يجي خلينا نطبخ يا استاذ مفلح كم الساعه؟ 21 تركي ذا اللي بيطبخ طال عمرك طبخ نمت على طول والله اسمع تركي لا تروح روح طباخ انا في بشاره تركي ابغى اقشر لا تسوي شيء لازم على الوقت عادي بس وين القشر؟ شوف حبيبي كل نفسي تقشر الا تقشر بطاطس ونروح عندك ما لقي شيء لا لا بطاطس بلا مسكين يا حبيبي اجل لا تقشر بطبخه لا ما فيها طبخ ايش؟ قلي انت صادق اي والله لا لا اللي عندنا كله قلي ايش دخلك؟ يا ذي شنو اللي ما يقدروا الحكم؟ ملي جابك انت يا اخوي هناك هناك طال عمرك هناك يا شيخ هناك الله يرضى عليك يا شيخ لازم عيال تكون احترام اذا انت حكم اذا انت حكم ما تكون موجود معنا بس ناقصني صفاره ما تكون معنا تكون برا اذا بدات اذا انتهت الطفه تجي تقيم عشان ما تعرف ايش هذا اقيم شغلك من اول اقيم هل انت نظيف في شغلك اقيم شنبك اقيمه فهمت اقيم كل شيء كل شيء اقيمه انت خصم على جلستك السيئه انت اللي تقيمني خصم يا رجال بيدك ورجلك خصم بيدك ورجلك خصم يا الله كلها خصم شنب 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 ايش هذا انت مره سيء ترى شيك مره مشاكس والله مره مشاكس انت ترى شيك فيصل حبيبي انا اصحاب في الاخير ما نبي اقعد اخصم عليك تخصم وش ما نبي اقعد اخصم عليك يعني انا ليه تخصم علي ليه خصم شنب تكفى تكفى طيب اعطني هدية مرة واحدة خصم شنب 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 ترى مين بس اللي هي تبغى اعطيك من الشنب لا بس ابغى اجمع كم مجموع الخصم عليه تبي اعطيك من الشنب ترى عادي شنب اعطيك شيني خصم على دبتك السيئة يلا خصم يلا خصم يلا يلا ايش؟ تعال استريح توك في بداية المشوار والله يسير هو هذا أول يوم أيوه باقي توك 90 يوم شوية تقعد تتذمر لين خلاص ما معك إلا تتأقلم يا الله سالم الحين أحلى نفسية هني حبيبي مرتاح نفسية ما تعرف ما شفت العشر أيام اللي راحت توي يتكلم لا والله حسبي الأمس يقول 13 كلمة بس اللي أيوه اللي قالها لا مو أنا هذاك واحد يعني باقي 80 يوم 17 دقيقة اللي طلع انت ملخبط بين لا قالوا لك 13 كلمة علي غامدي يقول لك 13 كلمة اللي يحسبوها كلها او 13 كلمة والله لا والله إيه. بس انت يا سيف يوم جيت خلاص امتلأ المكان بهجة امتلك المكان جيت وجريته على الكلام كان سرور صراحة جت لي والله ترى اول مرة يسولف زي كذا ركبك كم ساعة لا جاء واحد وجراه على الكلام من؟ انت ايوه سيف لا والله جرك لا. فيصل لا صدقني الحين كم كلمة قلت؟ في الجلسة خصم
لازم 96 مره خصم خصم. واليوم كل كلامك خصم في خصم يعني ما استفدنا شيء. لا بس عيال تكلمت ولا لا؟ لا خصم خصم لا خصم كلامه كله خصم في خصم يا عيال. تخيل ناصر الغامدي يحط لها يحط فقرة ولا يا حليلكم يا حليلة والله والله لا نتفكم تنتهي بخصم. انت تبغون درجات؟ لا انا اخصم 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 خصم لانك ما ضحكت خصم. انا اتمنى من فيصل ايش الضحكه الضحكه ذي. انا اتمنى من فيصل الحين تقفل معه يعني تصير اتش ويقوم بس. طيب يعني بس كني بضربه؟ لا هذا تضربه برايم. كاسري لا لا تقصد تبعدني عن الكاميرات لا ما عفا لا لا حبيبي لا 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 قاعد قدام الناس انا ما اطلع. رساله طف ال لا في رساله بوصلها استاذ فيصل. عاوز ايه؟ ابيك الموضوع بس مهم. ايش تبي؟ مهم بس شيء لا شكله ضارب. تصدق اي شيء انت؟ تشيك ماسكني كذا. موضوع بسيط. ايش قلت له ما اقدر اتكلم؟ لا لا موضوع بسيط بيني وبينك. موضوع بسيط بيني وبينك. طيب فك فك فك. اسكت. كيف تركي؟ يقول بيرقد يعني يجي مقدم الفقرة، مقدم الفقرة. في خصم في خصم العموم ياخذ درجات. قم استاذ شباب فيصل فيصل شلبك احلى شلب ما تروح شلب فيصل شلب والله جيم تركي كم تعطيه؟ شايف تركي استاذ تركي 1000 1000 1000 استاذ يا تركي اسمع تعال لا تعطيه لا 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 خصم 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 عليك يا حبيبي خصم عليك وعلى حياتك سالم خصم سالم عدل كلمة خذ 500 روح فاهمة شكرا خلاص على الألف ألف وخمس تركي ايه اسمع او بتروح تروح تروح تريح امديك ترقد لين يجي مفلح حلو سي ترى معي شفت راسي لا روح ايوه ايوه لا لا طبعا روح نغير مايك ايوه طبعا انا بطبيعتي ترى احب الناس انت شكلك هاي السلوم ما تستخدمه بالكاميرا لا لا ما قصدي زي كذا بس انا احب الناس يا عيال مفلح جا والله نسيت حاجه ما سويتها صوت وبعدين صوت مفلح ما ضربته لا وين اضرب انا لا او يضربني فيصل ابشروا ابا يبينك يلا يا سيف سيف جاهز جاهز جاهزين يا حق المطبخ من جاء صوت مفلح حي مفلح وصل مفلح مفلح الحين بيجي يا استاذ مفلح شب 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 بسرعه 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 يا مفلوح اذا مفلوح استاذ مفلح اذا ما جاء بطلع انا شيخ ايش حالك طيب اقسم بالله تبغى نروح نغير ماي لا بس مفلح ترى عسل كتمه مفلح كتمه كتمه استاذ مفلح